ناخذ ماء العود ناخذ 120 غرام ديال الفرماج بارميزان داك محكوك ست معالق كبار ديال الزيت بلديه ست معالق كبار ديال الزيت بلديه 100 غرام زبده عاديه 100 غرام ديال الزبده عاديه خماره 140 غرام ديال الطحين 140 غرام ديال الطحين مليحه ملح 4 معالق كبار ديال الزيتون الاسود يكون مقطع طريفات ما يكونش معس ولا باش ما يطلقش داك الكحول ديالو نعم غنخلطوا هذا الشيء كله وغادي نكوروا كويرات صغار اما اللي يقدر دير الزيتون وتخلط وتكور تبارك اللي ما قدرش تكون كتكور دير 4 ساعات طريفات يجي بحال الكوكيز هذا كوكيز مالح ومين كتكوري كتضغطي عليه بالفرشات وكتدخليه للفران نعم يعني مفهوم مفهومه